اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020. احنا اليوم في مدرسة ديال بنو خلدون الابتدائية ببلدية توريرت، والمناسبة هي الحضور المبادرة الثانية اللي كيقوم بها الفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي فرع توريرت في إطار عمليات الدعم الاجتماعي للتمدروس. فمن بعد العملية الأولى اللي كانت هذه تقريبا واحد الأسبوع، واللي كان من خلالها تم توزيع مجموعة من المواد نتاع التعقيم والنظافة على بعض المؤسسات التعليمية، اليوم المناسبة كانت هي توزيع لوازم مدرسية تكميلية لفائدة التلاميذ، خاصة التلاميذ اللي كينحضروا من أسر اللي هي يعني في حاجة لهذا الدعم من هذا النوع هذا. فشكرا للفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي، وحنا دائما على العهد كفريق تربوي بإقليم توريرت أننا نكون دائما بالقرب من المؤسسة التعليمية، قرب من التلاميذ نتاعنا، قرب من الأسر، وتنبذلوا كل ما في وسعنا ان شاء الله باش اننا نبصموا على دخول مدرسي وموسم تربوي ان شاء الله يكون ناجح دامج، يعني معطاء لجميع التلميذات والتلاميذ ديالنا بحول الله. فمرة اخرى شكرا للفرع الاقليمي، شكرا للاطر التربوية والسادة المديرين اللي هما ما كيبدلوش يعني او ما كيتدخروش الجهد باش انه يعطيو الاضافه للمؤسسات نتاعهم، والنتيجه الحمد لله حنا كنشوفوها، يعني حنا غادي كندبروا موسم ضرباوي ان شاء الله في المستوى. وما ننساش نشكر المنابر الصحفيه الاعلاميه اللي كتواكب معنا هذا المجهود هذا، وايضا القناه نتاعنا ديال المديريه قناه دي بي تي في توريد. فشكرا لكم جميعا وتبارك الله عليكم، ومزيد ان شاء الله من العطاء ومن الانتاجيه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحتضن مؤسسة ابن خلدون اليوم إحدى في إطار سلسلة المبادرات التي أطلقها مكتب الفرع الإقليمي للتعاون الوطني، مبادرات نثمنها بشدة تتزامن مع الدخول المدرسي 2020-2021 الذي هو دخول مدرسي يكتسب صبغة خاصة من حيث درجة الصعوبة وشدة التحدي. التحدي الذي نواجهه اليوم هو وباء كوفيد-19 والذي تطلب تضافر ومجهودات جميع الفاعلين في القطاع. المبادرة التي تحتضنها مؤسسة ابن خلدون اليوم تتعلق بتوزيع مستلزمات دراسية لما مجموعه 11 مؤسسة تعليمية، وقد سبق للفرع أيضا أن تفضل بمبادرة أخرى ثمناها بشكل كبير، وهي مبادرة تتعلق بتوزيع أدوات التعقيم على ما مجموعه 11 مؤسسة تعليمية، أخذا بعين الاعتبار المؤسسات التي عرفت حالات عدوى من كوفيد-19، وأيضا المؤسسات التي تعرف عدد كبير من المتعلمين فوق 900 متعلم. إذا هذه المبادرة مبادرة جد ثمينة. أيضا مبادرة توزيع اللوازم المدرسية تهم المؤسسات التي تقع في مناطق هامشية، ولا يخفى عليكم ما ستخلف هذه المساعدات المقدمة للمتعلمين من أثر إيجابي على التدبير التربوي للمؤسسة، بحيث سوف يغطي الخصاص الذي بدأنا نلاحظه في صفوف المتعلمين خصوصا في هذه المناطق التي تعرف اكتظاظا سكانيا وأيضا نوع من الهشاشة. إذا يسرني أن أتقدم بشكري الجزيل للفرع المكتب الإقليمي للتعاون الوطني، وأيضا الشكر الجزيل للمديرية الإقليمية بتوريرت، وأجدد ترحيبي بجميع الحاضرين. تحية تربوية، تحية فنية من قلب مدينة توريرت، وكذلك من قلب أسرة التعليم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، وأنا متواجد مع أسرة التعليم. أنا جيت سعيد أنني جئت إلى هذه المدينة من أجل إنتاج أغنية نادانا الوطن لنحارب الوباء. بطبيعة الحال يعني دائما أنا سنقولها في إطار خطاب الملك السامي الذي نادى به جلالة الملك حفظه الله على كل المغاربة من أجل التعاون والتضامن، من أجل الأداء واحد المسؤولية لمحاربة هذا الفيروس كورونا. اليوم بطبيعة الحال تشرفني وتنشكر بمناسبة المدير الإقليمي على
على الاستقبال وعلى الحضن ديالها وعلى التعاون من اجل انجاح هذه الاغنيه ان شاء الله. الاغنيه وطنيه اللي غتكون هي رساله للاجيال، رساله للمؤسسات، رساله للساكنه من اجل الحفاظ على المسؤوليه اللي الحمد لله اشتغلت بها وزاره التربيه الوطنيه والمديريه الاستاذ رشيد شرويط وبالتعاون مع الاسره ديالو. كذلك يشرفني على انني نوصل هذا الصوت ديالي للطفوله والشباب وجميع الفعاليات الاداريه ولا العموميه باش نحافظوا على هذه المسؤوليه ديال محاربه فيروس كورونا، ونوصيو الاجيال انهم دائما يبقوا على النظافه وعلى التعقيم وعلى التباعد. فعميب سيسو تجربه خالده منذ سنه 1983، احنا مازلنا مستمرين نجول الوطن من اجل الوطن. شكرا للمنابر الاعلاميه، شكرا للمدير الاقليميه طاقم التصوير ديال النيابه اللي تشرف عليه الاستاذ الدفوف بهذه المناسبه هذه. نشكره على صله الرحم مع رئيس مصلحه الانشطه التربويه. وكذلك شكرا ل 20 دقيقه وكذلك اصوات على المؤتمر والطاقم المشرف اللي مع طاقم ديال النيابه ديال التصوير ومستقل بريس. تنحييكم جميعا. نتمنى اغنيه نادانا الوطن هي من كلمات والحان عبد الربي عبد اللطيف خلاد، توزيع الموسيقي طبعا الحال اللي هو الفنان الشرق المساواة الشاب أعرب، والطاقم المرافق معي مع خالد سدر اللي هو في التوثيق والفرقة الصوتية، وإن شاء الله الوليدات اللي غاديين يغنوا معنا الوليدات المؤسسة التعليمية ديال مدينة التوريات. إذا عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.